رح نحكي رشا بفقرتنا الأخيرة عن موضوع كتير مهم، شو رأيك بالابتزاز العاطفي رشا؟ هلا هو مثل ما قلتي هو كثير مهم وللاسف صرنا نشوفه بالفتره الاخيره كثير. بنرجع بنقول دائما الظروف اللي عم نعيش فيها اثرت على الشخصيات. هلا الشخص اللي بيبتزك عاطفيا هو اكيد حدا ما نو سوي بالاصل، يعني اكيد هو ما نو مهيئ ليكون اصلا انه انسان طبيعي بحياتنا. يعني خلينا نقول انه هو المصطلح يمكن اللي نتعرف عليه بالعاميه بالحب المشروط، يعني اذا حبيتني بتعمل لي هيك، اذا ما عملت لي هيك انت ما بتحبني. فهذا ممكن يكون نوع من انواع الابتزاز العاطفي اللي له انواع كثير. فالشخص المبتز عاطفيا شو هي صفاته، شو هي الاساليب اللي بيستخدمها لحتى يمارس هذا الشيء اللي نحن ما بنلاقي مرغوب او محبب بحياتنا العاديه وبنفر الاشخاص منه؟ كل هاي الامور رح نتعرف عليها مع دكتورة غالية سعيد. يسعد صباحك دكتورة. صباح الخير. ولو بتحبينا ما تأخرتي عليها. هي مصرة بتبتزني هلا دغري مباشرة على الهواء. هلا انت بتبتزتينا اليوم. ابتزاز منك مو مننا، احنا حصرتينا على الهواء يعني ما فينا. عم بعمل دغري هيك يعني عم اعطيكي الحالة دغري مباشرة. عيشتينا الاجواء يعني. انه شلون الاحساس هي شلون اليوم كيف نحن لازم نتعامل معك؟ او شي صباح الخير. بتعني شي صباح النور. بتعملي حالك ولا كاني انا متاخره ولا كانه انا عم ولا انك تاخرتي ولا كانه. خلينا هيك مشان نكسب الوقت نحكي شو هو الابتزاز العاطفي، وهل نحن اليوم لازم نحصره باثنين حبيبين؟ تماما. قال تعرف الابتزاز العاطفي يا سيداتي على انه هو جريمه انسانيه غير يعاقب، لا يعاقب عليها القانون، ولكن فيها ضحيه وفيها جاني وفيها احداثيات وفيها كثير اشياء. جريمه انسانيه مستفزه بتشتغل على الاساسيات والمشاعر والاحساسات، ولكن للاسف الجاني فيها هو بيكون من الاشخاص المقربين جدا. يعني قال اللي بيعمل الابتزاز العاطفي هو ما له شخص بعيد عنا ابدا، يعني ما له شخص مثلا خارجي او ما بيعرف عننا شيء تفاصيلنا. هو المؤلم انه بيكون من النطاق الواسع القريب كثير منا، يعني مثلا بيكون زوج مثلا او ولد او حتى ممكن يعني صديقتك الكثير القريب منك، ممكن ام، ممكن اب. ليش اسمه جريمة إنسانية لا يعاقب عليها القانون؟ لأنه ما في عليها شهود، لأنه هي الأدوات الأساسية تبعها هي محبتي لإليك وحبك لإلي، المشاعر اللي بتربط بيناتنا، قديش كمية الحب اللي من الطرفين، فأمين اللي بيكون الأكثر معطياً بالحب هو الطرف الثاني اللي بيكون عم يبتز. وحكيتي كلمة كتير حلوة، هو بيكون في عنده مشكلة الشخص اللي عم يعمل الابتزاز العاطفي، أكيد هو ما بيكون بحالة سوية، أكيد هو شخص يستمتع بالتلذذ بعذاب الآخرين ومتعة عذابهم إنه هن عم يتمرمروا. خلينا نقول بس غالية، خلينا نقول إنه هذا الشيء بده درجات لحتى نوصل نحن للعذاب. طبعاً. يعني أنا ممكن استخدمها بطريقة كتير بسيطة ونقول عنها هي بس نوع من الابتزاز. مثلا انا ممكن شارط ابني مثلا انه انا بحبك اذا عملت هيك. أكيد. فهذا نوع من الابتزاز العاطفي. هذا هو. امتى انا بوصل للمرحله اللي غير مقبوله ابدا، وكيف فيني انا اعود حالي انه ما اتعود هذا الاسلوب؟ لانه هو كثير شائع بمجتمعنا غاليه، واذا بتشوفي من الامور البسيطه للامور الكبيره للعلاقات الاجتماعيه الكبيره، كيف فيني اتخلص من هذا الشيء؟ تمام. اولا فكره انه انا امتى بعرف حالي ضحيه للابتزاز العاطفي؟ بس لما اشعر انه انا مرتبط بالطرف الاخر ووجوده يعني السلام والراحه لإلي، وغيابه عني وعدم رضاه عني يعني انا في حاله توتر، بحاله خوف، بحاله انه انا بس بدي ارضي هذا الفلان. بس شعرتي بهالمرحله لازم نعرف انه نحن ضحيه، وضحيه يعني جيده جدا وفريسه كثير سهله لها ان تؤكل. انا كيف لازم انا اقول لا؟ اولا نحن مثل ما اتفقنا انه المبتز عاطفيا هو من درجه صله القرابه الاولى بالنسبه لي. اولا انا بحاول اني اوضح فكره انه انا عم برفض التصرف اللي انت بدك اياه. يعني المبتز هو شو بيعمل لك؟ بحاول انه تلبي له انت طلباته من خلال استغلاله لمحبتك له. عملي لي كذا، سوي لي كذا، تماما تماما نقاط ضعفك، عملي لي كذا، واذا بتحبيني بتعملي لي كذا، او ببلش بحملك المعاناه والذنب لك انه انا اذا صار لي شيء فانت السبب. انا بسببك صار لي هيك، لانك اذا حتروحي حيصير لي هيك، اذا حتبقي حيعمل لي هيك. لانه قلت لك تعملي كذا لو مسوي تمام، لو عملتي كذا مش معناي من الموضوع. فاول فكره انا لازم اعرف افصل قديش مقدار تعلقي بهذا الشخص، هل فعلا اذا انا هذا الشخص انفصلت عنه يعني عاطفيا، هل انا فعلا بقدر انا اكمل حياتي او لا؟ والجواب غالبا اذا كنت عم حكم عقلي انا اكيد بقدر اكمل حياتي طبعاً. عنه، ولكن قدرتي على التحمل باني انا ابتعد عن هذا الشخص وانسلخ عنه انسلاخ كامل. النقطة اللي بعدها واللي هي الأهم، إني أنا أعرف أقول له لا، يعني لا لموقفك وليس كشخصك. يعني مثلا ممكن تلاقي عملية الابتزاز تكون بين الأم وأطفالها، كثير حتلاقيها. إذا كنت عم تشوف الأطفال غالية هي المعاناة اللي عم تحكي عنها أنت. على فكرة هي بتبدأ من الأم، لأنه هي اللي بتبدأ معه بهي الطريقة، فبيرجع برد لها إياها.
بالنهايه اطفالنا هن انعكاس لنا، يعني أكيد. انت كيف بتبدي معه هو بيرد لك اياها. اذا بتعمل وظائفك او بتضب غرفتك او بترتب اغراضك فانا رح اعمل لك كذا، تمام. فهو تعلم منك فبيرجع بيرد لك اياها، اذا بتعملي لي كذا بعمل لك كذا. هون بتصير غاليه، ليش احنا بنقول انه هذا اللي عم نحكيه اذا بدنا نحدد اكثر بس بهي المرحله انه هي يمكن رشا نوع من الثواب، يعني ما تكون ابتزاز، هي نوع من الثواب انه انا تشجيع يعني. كثير حلوه الفكره، رح اقول لك الفرق البسيط بيناتهم. اولا اذا بدك تعملي له ثواب بتستني انه هو يعمل شيء، يعني بدون ما يعمل شيء طلعي من اشيائه القديمه اللي كانت منيحه واسيبي عليها، كافئي عليها. يعني خليني اقول عندك طفل انت بيسمع الكلمه، مطيع، مؤدب، ما عصب، حتى لو هلا ما انه عامل شيء طلعي مكافاه وقولي له لانك كنت كذا. يعني انت من الاساس طفل مؤدب جيد ما بتعذب، انا عم كافئك، ما تنطري لحتى يعمل كذا لتعمله. يعني هي الفرق بين انك تبتزيه وبين انك تكافئيه. بالعكس الثواب والمكافاه شيء كثير حلو، اكيد، بس ما يخليه يكون مشروط بفعل. لانه هو من الاساس جيد، مؤدب، لطيف، محترم، بسمع كلمتك، بيرتب اغراضه، بيكتب واجباته. انا عم كافئك على شيء انت اساسا هيك، مو لانك عملت كذا رح اعمل لك كذا. عرفت كثير حلوه الفكره، حجربها واذا فشلت فيها حاكيكي. قولي ابتزيتيني كمان مرة تانية. تمام، ابتزيتك مرة تانية واللي بعدها بنحكي فيها. خلينا نحكي عن أنواع، أكيد له أنواع، أكيد. كان العقاب، العقاب الذاتي وغيره، نشرح هيك عنه بشكل سريع كرمال الوقت، كرمال نوصل الفكرة بشكل مبسط. أكيد. أول شيء العقاب اللي هو بيكون صاحب مبدأ أو أنا ومن بعد الطوفان، يعني أنه أنا بعاقب الكل وما بيهمني أبدا أي حدا، واللي بده يصير يصير. العقاب الذاتي اللي هو بيقول لك أنه أنا إذا ما عملتي لي كذا فأنا ما راح آكل، أنت إذا بتروح عني فانا ممكن موت، انت اذا بتبعدي عني فانا ممكن يصير معي كذا وانا ممكن يصير معي كذا. واللي بعد منها اللي هو ممكن يكون عم اكثر الاكثر دهاء دهاء بهذا الموضوع هو اللي بيبتزك، يعني اللي بضل بيقول لك اذا ما عملتي كذا فانا ممكن اني انا ارسب، ممكن انه انا اتركك، ممكن انه انا اتدمر من بعدك. فبيحملك كل، يعني بروح بجيب كل السيئات اللي عنده وبحط لك اياها انت لإلك، بس مقابل انه يضل عم يبتزك وضل دائما ضابطك بدور الضحيه. هو بيستمتع لما بتشوفي شوفك انت خايفه عليه، بتحسي فرح الشخصين عنده مشكله. أي تمام، يعني ضعف شخصي والشخص الطرف الثاني، يعني وين شخصيته بالقصه كمان. المبتز بيكون يعني هو صراحه قالوا في عنده شخصيه نرجسيه بتكون شوي عنده عاليه، يعني شوي انه هيك طالعه. احنا كلياتنا كاسوياء لازم يكون عندنا جانب من النرجسيه طبعا، لانه دائما بيقول لك يعني قليل من النرجسيه لا يضر، لانه بدك تكون عندك شويه اعتزاز بنفسك اكيد. ولكن لما بتبلغ الدرجات القصوى هون بتصير تعطينا الحد الاعلى واللي بيعمل اذى. طيب هلا الطرف الثاني هو صراحه بيكون شخصيه مستضعفه، يعني في عنده خنوع، في عنده شخصيه شوي مستهانه، عنده خجل، عنده انطواء، بتلاقي يعني ما نوع الشخصيه اللي كثير عاطفه زايده تجاه الشخص او عاطفه زياده عن اللزوم. احيانا ممكن يكون ولا واحدة، بس مثل ما قالت فرح عاطفته جياشه، يعني عاطفته جياشه هيك، فبياخذك من باب المشاعر والاحساسات، يعني عم يلاقي البيئه جاهزه يعني لكون هذا الابتزاز، البيئه الخصبه اللي عم بتساعده لحتى يطلع بهي القصه وينتج فيها اكثر. صراحة المبتز بعد ما يشوف انه الضحية يعني خلص ما عاد في عندها هيك شيء مثل ما بده انه ترضيه، فبدور على ضحية تانية، يعني ببطل عنك وبدور على حدا تاني. خاصة في متعة بالقصة، في متعة، واحيانا بحب انك تعاندي تقولي له لا لحتى يبلش معك تبع انه اذا ما عملتي لي كذا رح اعمل كذا. ممكن يعذب حاله على فكرة، في كثير منهم بيروحوا للتعذيب الذاتي انه ببطل ياكل. هون بدي اسالك عليا انت، نحن بندخل بمرحله الخطر بنقول لا نحن لازم نوقف هذا الشخص عن حده، ممكن ياذي حاله، ممكن ياذي الاشخاص المحيطين فيه. انت بنوصل لهي المرحله؟ تمام. هلا اولا انا ما بدي اوقف الشخص المبتز عاطفيا، انا بحاول اني احكي معه بشكل مواجهه. المواجهه هو بخاف من المواجهه، انه انا ليك انا بحبك بس اذا بتضل عم تعمل هيك فانا ما رح ارد عليك ابدا. انه انت شخص مكشوف. تمام، لا تحاول تستغل عاطفتي من هذا الموضوع. مره اثنين ثلاثه بيعرف انه هو انكشف بالنسبه لي. هلا هو بالنسبه له هو بيفكر حاله انه هو ماشي وانت مالك حاسه عليه، يلا عم تعمل اللي بدي اياه. اكثر شيء برجع بقول لك الاطفال بيعملوها والشركاء بيعملون، يعني زوج وزوجه ببدايه زواجهم او علاقات العاطفيه بالاول كثير ببين معك المبتز عاطفيا صراحه. بعد منها بتبلشي بتقولي له اذا صله القرابه كثير قويه فيكي، انا ما بكرهك لشخصك بس انا بكره تصرفك، صح. فانا بقول لا لموقفك وليس لشخصك، تمام، عشان ما ياخذ موقف منك اساسا ويصير يكرهك ويبعد عنك، خاصه اذا كان طفل او زوج او ام او ابي، عند الاشخاص نحن ما بدنا اياهم يبعدوا عنا. فانا ما بكرهك انت، بكره تصرفك، ماني رافضتك انت بس انا رافضه تصرفك. يعني نعرف امتى نقول له لا. وحتى لما بدنا نحاول نشوف انه هو بلش يعمل لنا دراما وانا بقطع الاكل وبعمل كذا،
بس انسحبتي راح المؤثر، راح المؤثر هو بخف يعني، لانه ياكل حياكل ما يعني طبعا حياكل حياكل تاكدي تماما يعني، وحينام وحيمارس حياته بشكل طبيعي. اصلا مجرد ما شفتيه عم يهدد فعرفي انه راح يعمل. اكيد اللي بيهدد ما بيعمل، هو اللي بده يعمل ما بيهدد، بيساوي بدون ما يحكي. هلا انا بهدد كثير غالية ما بعمل، انا بهدد كثير بس اللي بيهدد اللي بيقول حاعمل انا بنسى انا بنسى بهدد بس بنسى. خلينا هيك بنصائح اليوم للمبتز وللشخص اللي عم يقع عليه هذا الابتزاز، هيك اذا حبينا نعطي نصائح بشكل سريع. هلا اقول لك، الشخص المبتز صراحه هو لا يعي نفسه بانه هو مبتز يعني، بالعكس هو برايه انه هو المسيطر، انه هو الشخصيه القياديه، انه هو الشخصيه القويه، ودائما بيقول لك انه انا فلان ما برد لي يعني كلمه. بس التطنيش كثير مهم مثل ما قلتي. تمام، التجاهل يا سيدتي، وعيدوا كل شيء الى مكانه، يعني تتجاهلي بنفس الوقت بدي يكون حذره ما يوصل الطرف الاخر لفكره انه يعرف اني انا كرهته، لانه قلت لك الابتزاز بصير ام اب زوج حدا كثير مقرب، فانا بدي ضل محافظه انه ما يكرهني يعني، انه بالنهايه انا شخص بيهمني، الا اذا كان الابتزاز من شخص معي بالعمل فاكيد باكس عليه وما بيهمني، صديقه مثلا ممكن استغني عنها، حدا ممكن من النطاق الخارج عن اسرتي فانا بقدر استغني عنه. نعم. اكيد فورا بستغني عنه بهالحاله. ما في احلى من التطنيش والاستغناء طبعا، وخصوصا بهذا الوقت يعني. اكيد طبعا هذا يعني احسن دواء يعني، فرح نحن ما عندنا بقى هذا الوقت لهدول الناس اللي بدهم يقعدوا اسا من اول وجديد يتعرفوا ويجربوا فينا ويبتزون. يا عيني علي، ما عاد لنا خلق نجرب اساسا يعني، خلص من اولها. ليكي المبتز من اول علاقته فيكي ببين يعني، من صح. اول حديثه هلا كانت العالم تاخذ وقت شوي، هلا دغري ما شاء الله عم يكشفوا حالهم يعني، ما عاد في داعي وقت يعني، شهر شهرين بتكوني مبينه معك العلاقه كلها يعني، شو الملامح تبعها. اكيد خلينا نقول غاليه في اشخاص مقربين لهم مكانه كثير كبيره عنا، في حال انجرفوا شوي لمرحله الابتزاز فنحن بناخذ بايدهم يمكن وبنصلح هذا الشيء. الاشخاص يلي ما بدنا نقول سيئين، يلي عندهم الابتزاز هو اسلوب حياه، فالبعد عنهم مثل ما قلنا هو شيء كثير منيح لحتى يصالحوا حالهم قبل ما يصالحوا الناس اللي حواليهم. شكرا لك غاليه، كثير كنا مبسوطين انك موجوده معنا اليوم. حبيبتي شكرا لكم. شكرا لوجودك اليوم، وكثير نرجع نضوي على فكره ولو كانت هيك بشكل سريع، دور الاهل كثير مهم بتربيه الاطفال. أكيد اليوم الام والاب هن المسؤولين عن هذا الشخص الغير سوي بالمستقبل يعني. طبعا اكيد. هلا فنجان قهوه ابتز لفرح على الهواء. هذا هو. تشكرك دكتوره على وجودك اليوم معنا، وهيك ان شاء الله لنا وقفات ثانيه بصباحات. ان شاء الله سعد صباحكم يا رب.